الأجواء محمومة في مقر الحزب الديمقراطي في لاس فيغاس قبل بضعة أسابيع من الانتخابات، ومارلين تبذل قصارى جهدها للترويج لمرشح الحزب، فهي تخشى أن تتفوق مرشحة الجناح اليميني شارون أنجل على المرشح الديمقراطي هاري ريد. في الانتخابات المقبلة على الناس أن يقرروا هل نريد الحفاظ على نفوذنا في الولاية أو نريد تسليمها لشخص لا يعكس روح نيفادا فعلا. في هذه الولاية الغربية يبدو أن المرشحة المدعومة من حزب الشاي المناهض للحكومة قد تضع حدا لمسيرة ريد في مجلس الشيوخ التي دامت 24 عاما. ناخبون كثيرون ممن يميلون لحزب الشاي غاضبون بشأن خطة التحفيز الاقتصادي وإصلاحات العناية الصحية، وأنجل عازمة على تحميل ريد مسؤولية هذه الإجراءات. إنه يدفع بلدنا إلى وضع شبيه بالاشتراكية وهذا ليس جيدا. في نيفادا يقول ثلثان الناخبين إن الاقتصاد على رأس أولوياتهم، فمعدل البطالة في هذه الولاية هو الأعلى في البلاد ويبلغ 14.5%. حاليا الأغلبية الساحقة من الأمريكيين ولا سيما مواطنو نيفادا لا يرون أن الاقتصاد سيتحسن قريبا، وهناك نوع من الغضب، والناس الذين سيلقى اللوم عليهم هم الذين يتولون السلطة. مع أن السناتور المحنك مشهور ببراعته كمفاوض، فهو معروف أيضا بافتقاره للجاذبية الكاريزماتية، والرئيس السابق بيل كلينتون يحاول تحريك الأمور ورسالته واضحة، حري بالناخبين الديمقراطيين الذهاب للتصويت في 2 نوفمبر، وقد تكون هذه آخر فرصة لريد في مواجهة حركة محافظة تزداد نفوذا وتدفع بوجوه جديدة إلى صدارة الساحة السياسية الأمريكية.